السلام عليكم دكتور محمد الجندي. ان شاء الله النهارده هشرح لكم اداه جديده اسمها سيد او سوشيال انجينيرنج تول كيت، ودي في الحقيقه من اقوى الادوات المستخدمه في الهندسه الاجتماعيه او في السوشيال انجينيرنج، وهي في الحقيقه اداه سهل جدا استخدامها وما بتحتاجش مهارات معينه وافكتيف جدا، فعاله جدا. دي هتكون اول محاضره من مجموعه من المحاضرات اللي بتشرح السوشيال انجينيرنج تول كيت. خلينا نبدا ونشوف ازاي نستخدمها. بنشغل الباك تراك، خليني اكبر لكم الريزوليوشن شويه عشان تبقى اوضح. السيت له طريقتين للشغل فيه، ممكن نشتغل فيه انتراكتيف يعني عن طريق قائمه، عن طريق مؤشر، وممكن نشتغل بيه ويب بيست عن طريق المتصفح. وفي الحقيقة الطريقة الأولانية هي فعالة أكتر، فخلينا أي نعتاد عليها ونشوف. النتائج بتاعتها شكلها ايه. برنامج الست بيوفر لنا كذا أو محتوى كذا أداة. على سبيل المثال، ممكن من خلاله اعمل صفحات مزيفة، ممكن ابعت ايميلات مزيفة، ممكن ان انا ابعت ملفات ملغومة او ملفات بي دي اف، خاصة البي دي اف، واحط جواها كود، بمجرد ما الشخص يفتح الملف ده اجين اكسس على الجهاز بتاعه. فهنبدأ واحدة واحدة نتعرف على البرنامج ونشوف اعداداته ايه. فهنروح للباك تراك، وهنروح للاكسبلويتيشن تولز، وهنروح للسوشيال انجينيرنج تول كيت، وهختار سوشيال انجينيرنج تول كيت، واختار الايه السيت. ان شاء الله اللي هيكون مميز في مجموعة الشرح دي ان انا هوريك ازاي تستخدم الاتاك ده داخلي في شبكة داخلية، وازاي تستخدم الاتاك ده خارجي في شبكة خارجية. فخلينا نشوف الدنيا هتمشي ازاي. طبعا اول ما بفتح بيفتح لي القائمه، فيها السوشيال انجينيرنج اتاك، وفيها الفاست تراك بنتريشن تيستينج، فيها مجموعه من الاختيارات. عاده لما بشغل البرنامج ده اول مره لازم اختار الاول اختيار 4 واختيار 5. 4 بيعمل تحديث للميتا اسبلويت فريم ورك، اي برامج جديده او اي اعدادات جديده نزلت للميتا اسبلويت بينزلها، و5 بيعمل تحديث للبرنامج نفسه بتاع السوشيال انجينيرنج تول كيت. ففي بداية التشغيل اول مرة نستخدم الست او السوشيال انجينيرنج تول كيت، دايما يصح ان احنا ايه نختار الاختيار الرابع وبعدين الاختيار الخامس. في ملف اعدادات هنشوفه بعد ما هنخلص الاختبار الاولاني. الملف ده انا بحدد فيه اعدادات البرنامج. احنا في اول محاضرة يمكن ما نحتاجش ان احنا نغير في حاجة في الاعدادات، بنسيب الاعدادات زي ما هي، لكن هنحتاج لما بنغير الاتاك او الهجوم، بدل ما يبقى في شبكة داخلية يبقى في شبكة خارجية، غالبا هنحتاج ان احنا نغير في ملف الاعدادات. خلينا مبدئيا نشوف اول اتاك وتفعيله ازاي. فبما ان انا حدثت البرنامج وحدثت الميتا سبلويت، وطبعا انتوا عارفين انه في فيديو انا عامله في شرح للميتا سبلويت كامل، فهبدا اول حاجه اختار ايه سوشيال انجينيرنج اتاك اللي هي نمره 1. السوشيال انجينيرنج اتاك له انواع كتيره، يعني الاختراقات الخاصه بالهندسه الاجتماعيه قد تكون ميل جواه ملف مرفق، ملف بي دي اف فيه ملغم، فيه ميليشيس كود او كود خبيث. قد يكون صفحه مزيفه، الشخص اول ما يفتح الصفحه ويكتب اليوزر نيم والباسورد يقولك. قد يكون موقع مزيف، بمجرد ما بيدخل على الموقع ده انت بتخش على الجهاز بتاعه. فالسوشيال انجينيرنج في الحقيقه له ادوات كتيره او له طرق كتيره. فخلينا نبدا بابسط حاجه فيهم. هناخد الويب سايت اتاك فيكتور اللي هو نمره 2، والاتاك ده هيعمل لي صفحه مزيفه، ممكن انا اختارها او ممكن هو يختارها لي، وبمجرد ما ابعت للضحيه الرابط معين ويضغط على الرابط ده هيفتح له الصفحة المزيفة دي، وانا بالتالي هدخل على الجهاز بتاعه. فهنختار نمرة 2 اللي هي ايه الويب سايت اتاك فيكتور.
بالكوا احنا هننفذ زي ما اتفقنا الموضوع ده الاول في شبكة داخلية، وبعدين هوريكم ازاي تنفذوه على الانترنت على اي بي حقيقي. طيب في طرق كتيرة في الحال للصفحة المزيفة، في انه بمجرد ما يفتح الصفحة يديله رسالة ان الصفحة دي محتاجة جافا ابلت، هل اشغله لك؟ ودي رسالة كومن جدا. ممكن انا اعمل صفحة كل اللي محتاجه منها اليوزر نيم والباسورد، وده برضو اتاك هنشوفه. فانا مبدئيا هجرب نمرة واحد وبعد كده هجرب نمرة ثلاثة عشان نشوف الفرق بينهم ايه. فهجرب الاول حاجة الجافا ابلت اتاك وادوس على انتر. وبعدين عندنا ثلاث اختيارات. الاختيار الاولاني ان هو يجيب لي صفحة من الصفحات الموجودة عنده، يعني اقول له والله يديني مجموعة من الصفحات تمبلت موجود عنده، واختار انا منه ايه الصفحة اللي انا عايز ابعتها للايه للضحية. والاختيار الثاني ان انا اللي اديله الصفحة اللي اعمل زيها، يعني ممكن يكون صفحة شركة، موقع خاص بشركة او موقع خاص بنشاط معين، فاقول له ادي الموقع اهو اعمل لي واحد زيه بالظبط. وده في الحقيقة بيساعد في ان انا اقنع الضحية يفتح الموقع زيه، ودي برضو لها اليات هنتكلم فيها قدام شوية. فانا مبدئيا هختار ايه السايت كلونر اللي هو ايه يعمل لي صفحة زي اللي انا ايه هقولها له. يقول لي طيب انت طلبت ان انت تعمل صفحة مزيفة، ايه هي الصفحة اللي انا عايز اعمل لك زيها؟ ولازم تكتبها بنفس الطريقة اللي هو ايه كاتبها لك كده، لازم اكتبها بنفس الشكل. فحاول والله اعمل لي زي صفحة جوجل مثلا، فعلوا http://www.google.com، فهيبتدي يعمل صفحة زيها بالظبط. طبعا زي ما قلت لك انت مش مرتبط انك او مش مضطر انك تحط جوجل او صفحات معروفة. ممكن يكون السايت ده لمنتدى، ممكن يكون السايت ده ل ل ل ل لشركة، يعني ايا كان. هنا بيقولك طيب الصفحة دي هو هيحط جواها بيلود، هيحط جواها كود خبيث، بحيث ان الضحية بمجرد ما بيفتح الصفحة دي انت تقدر تخترق الجهاز بتاعه وتجين اكس على الجهاز. ايه نوع البيلود؟ في انواع كتير في الحقيقة. ممكن ان انت تطلب ان انت يفتح لك منفذ بس عنده، ممكن انه يتصل على الجهاز، لكن الاكتر طريقة ريكومندد او يوصي بيها اللي هي نمرة 2 اللي هي الويندوز ريفرس تي سي بي انتربريتر. والريفرس تي سي بي معناها ايه؟ ريفرس معناها عكسي، معناها انه الكود اللي جوه الصفحة هيخلي جهاز الضحية هو اللي يتصل عليك مش انت اللي تتصل عليه، يعني تخترقه من خلاله، هو اللي يعمل الاتصال. وده في الحقيقة مفيد جدا عشان اتخطى انظمة الحماية سواء الفاير وول او الاي بي اس او الاي دي اس. هو في الحقيقة ده بيخليك تتخطى الكلام ده، لان انظمة الحماية دايما بتبقى حريصة على الاتصالات اللي جاية من برا، لكن الاتصالات اللي طلع من عندها ما بيبقاش عليها تحكم كافي. فانا هختار نمرة 2، وزي ما اتفقت معاكم ان ده فعال جدا. طيب نوع التشفير ايه؟ طبعا ممكن يكون الضحية عنده انتي فيروس، في غالب الامر عنده انتي فيروس، وده كود هيتنفذ على المكنة، فغالبا ان الانتي فيروس هيبتدي ايه يديتكت او يكشف الكود ولا خد بالك في كود، فلكن لو شفرته في الحقيقة ده ما بيحصلش. فبيديك مجموعة كبيرة من الاكواد، اسف، من التشفيرات، وبيكتب لك توصية جنبها، ده نورمال طبيعي، ده فيري جود، كويس جدا، ايا كان. فانا هختار مبدئيا نمرة 2. فحقيقة مع التجربة اكتشفت انه مفيش نظام تشفير يعدي على كل الانتي فيروس. ممكن تختار نظام تشفير 3 4 انتي فيروس ما يكشفوش، وانتي فيروس خامس يكشفه. وطرق التخطي الانتي فيروس انا شرحها مفصلة في الفصل الخاص بالايه تخطي انظمة الحماية. طيب المنفذ اللي هيتصل عليه عندك كام؟ 443. فانا هسيبه زي ما هو، عادة لما بدوس على انتر يبقى هو ايه بياخد القيمة الافتراضية او الديفولت فاليو. معلش هو طبعا بياخد يعني
ثواني احيانا دقايق علشان ايه يعمل الصفحة، يحط جواها الكود الخبيث ويشفر الكود عشان انتي فيروس، فالموضوع بياخد يمكن دقيقتين تلاتة. عظيم. وطبعا بيكودوا كذا مرة عشان بقدر الامكان يتخطى الانتي فيروس، ودي طريقة على فكرة فعالة جدا جدا في تخطي انظمة الحماية. زي ما انتم شايفين انه الثغرة دي او النوع ده من الاتاك فعال لو بيستخدم الضحية انترنت اكسبلورر 6 او 7 او 8 او 9، يعني لغاية اخر اصدار، او بيستخدم سفاري او اوبرا او جوجل كروم او فايرفوكس. فمعظم المتصفحات في الحقيقة الاتاك ده هيشتغل فيها. يعني الحاجة بقى الاهم في الحقيقة انه بعض الاتاك في السوشيال انجينيرنج تول كيت بيصلح انك تنفذه على بلاك بيري او على ايباد، وده هنجربه برضو ايه عمليا. عظيم. كده هو جهز الصفحة وجهز الاعدادات على جهازك بحيث انه يقبل الاتصال من الضحية، وقالك والله كل اللي انا محتاجه ان الضحية يخش على الاي بي ده، وده الاي بي بتاع الايه بتاع الجهاز بتاعي. يعني كل اللي انت عايز تعمله انك تقنع الضحية تبعت له ميل في الاي بي ده، وتقنعه ان هو يفتح الرابط ده او الاي بي ده. موضوع اقناع الضحية دي في الحقيقة لها طرق فعالة جدا، يعني في طرق ان انا اقدر اختصر بدل ما ابعت له اي بي يبقى اسم، في طرق كتيرة هنتكلم عنها اكتر قدام. لكن انا مبدئيا عايز اشوف فعالية الاتاك ايه. فاللي بيحصل ان انت بفرض ان انت بعت للضحية ايميل وحطيت له الاي بي ده، قلت له والله يخش على الموقع ده، في برنامج جديد، في تحديث للماسنجر، في حاجة للفيسبوك، ايا كان. فنفترض ان انا رحت لجهاز الضحية، ان ده جهاز الضحية، وقدرت اقنع جهاز الضحية ان هو يفتح الايه يفتح الاي بي اللي انا مجهزه، اللي هو 192 168 واحد خمسة. نشوف الجهاز عندنا هنا. تمام. المفترض انه يفتح صفحة جوجل، لان هي دي الصفحة المزيفة اللي هي ايه اللي احنا اخترناها اثناء الشغل. يمكن الانترنت عندي بطيء شوية فبعتذر عن البطء. زي ما انتم شايفين انه ظهر لي رسالة لما جيت افتح الموقع، يقول لي والله ان في الابليكيشن ده محتاج صلاحية اعلى، تحب انه اشغله لك بالصلاحية الاعلى دي. ودي رسالة بتظهر لكتير مننا ومحدش عارف مغزاها ايه، ودايما ندوس على رن انه الصفحة محتاجة جافا ابلت، والجافا ابلت ده محتاج صلاحية اعلى، فعادة احنا بندوس على ايه على رن. بمجرد ما ندوس على رن هلاقي انه هيفتح لنا صفحة جوجل. شوف كده هنا الاخبار ايه لسه. تمام. كل اللي عمله عمل ايه؟ عمل ريدايركت على صفحة جوجل، يعني راح بعتني لصفحة ايه جوجل اللي هي الصفحة الفيك اللي انا قلت له افتح لي زيها. وفي المقابل على جهاز الهاكر عمل لي سيشن على جهاز الضحية، يبقى انا كده دخلت على جهاز الضحية وعندي فول اكسس عليه. طبعا في الفصل بتاع الميتا اسبلويت وشرح الميتا اسبلويت انا شرح بالظبط الميتربريتر بيلود ازاي تستخدمه. فاجرب كده اعمل سيشنز ماينس اي، فهيجيب لي ان في سيشن اتفتحت مع الجهاز الفلاني. لو عايز اخش على السيشن دي
كده دخلت على، طالما فتحت الميتر بريتر المؤشر بتاع يبقى انا كده على جهاز الضحيه اقدر انفذ عليه بقى كل حاجه. يعني لو عملت هيلب كده عشان يجيب لي الاوامر اللي اقدر انفذها على كل جهاز الضحيه هلاقي حاجات كتير جدا. اقدر ان انا اجيب الباسوردات اللي عنده هاش دمب، فاقدر اقول له هات لي الباسوردات المشفره الموجوده عنده، ودي ليها استخدام قوي جدا وليها استخدام مهم جدا اسمه باز هاش. يعني عن طريق الباسورد المشفر ده اقدر ان انا اتحرك بقى من جهازه لكل الاجهزه اللي موجوده على الشبكه. اقدر ان انا انقل ملفات، افتح الكاميرا بتاعته، انقل له ملفات، انقل من عنده ملفات. هتلاقي الاوامر كلها مترتبه حسب نوعها. ملفات اليوزر انترفيس كوماند، الملف اللي ممكن يعمل مثلا انه يشغل كيس كان ده يشغل عندك سنيفر، اي حاجه متاسف كيلوجر، اي حاجه الضحيه يكتبها تبان قدامك. فلو جيت كتبت له الامر ده على سبيل المثال هبص الاقي ايه، تعالى بقى نشوف هنا الضحيه فتح كتب اي شيء هنا او في اي موقع او في اي فايل اتسجلت هناك. مثلا فتحت النوت باد وكتبت اي حاجه، او فتحت برنامج الوورد او الاكسل ايا كان وكتبت اي شيء، هبص الاقي ايه في جهاز الضحيه كل الاوامر اللي انا كتبتها موجوده. ايه الامر اللي بيعرض الامر كده؟ كي سكان دمب، ده يجيب لك من ساعه لما تعمل كي سكان ستارت يبتدي يسجل. عايز تشوف ايه اللي اتكتب، ده يعتبر كيلوجر، فنعمل كي سكان دمب فيقول لي والله كتب الحاجات دي، كتب كلمة تيست وداس على انتر وبعدين كتب الكلام ده وداس على انتر وكتب ده. ففي الحقيقة الميتر بريتر سيشن بتديك فول اكسس على المكنة، تقدر تطفي الجهاز، تنقل له ملفات، تنقل من عنده ملفات. العملية في حاجة بسيطة، كل الاوامر موجودة والايه والديسكريبشن او الشرح بتاعها. فزي ما انتم شايفين دفع اتاك فعال جدا جدا جدا، ولو بعته لكذا واحد وكذا واحد فتح لما تعمل سيشن ماينس اي هيجيب لك كل السيشنز اللي هي ايه مفتوحه. طيب عندي نقطتين. النقطه الاولى، هل هبعت للضحيه الاي بي بالشكل ده؟ لو حد عنده خلفيه بسيطه في الكمبيوتر عاده مش هيدوس على الاي بي، يعني لو جاله ايميل فيه الرابط على شكل اي بي مش هيدوس. لكن ده له طرق كتيره تخطي منها، هديكم منها طريقه واحده. وفي الفصل بتاع السوشيال انجينيرنج في نهايته هتلاقوا الطرق المختلفة اللي بيتم فيها يعني التحايل على الضحية عشان يقدر يفتح الكلام ده. فعلى سبيل المثال ان انا ممكن عن طريق مواقع اللي هي بتختصر الاي بي هات، زي مثلا موقع اسمه bit.ly، ده برنامج تديله الاي بي يحوله لك لاسم. فلما تبعت رابط اسم بيبقى العمليه ايه يمكن افضل شويه. فتيجي مثلا الموقع اهو، تكتب الاي بي بتاعك 192 اللي كنت عايز تبعته للضحيه، مثلا 168.1.5 فهنلاقي ان هو حوله لي ايه الاختصار. يبقى بدل ما ابعت للضحيه الاي بي ده ممكن ابعت له ايه الاختصار اللي هيظهر لي دلوقتي، وبالتالي هيبقى اسهل شويه في انه ايه تقنع بيه الضحيه انه يضغط على الرابط ده. طيب السؤال الثاني، هل الكلام ده ينفع بس في الشبكات الداخليه؟ ادي الرابط اهو يا جماعه، ممكن اخده كوبي كده. فلما يتحط في اي موقع اوتوماتيك يعمل ريدايركت او اعاده توجيه على الاي بي اللي احنا عاملينه. زي ما انتم شايفين انه راح داخل على الاي بي، فده عمل اختصار للاي بي هات. طيب النقطه الثانيه، هل الكلام ده زي ما قلت لكم ينفع في الشبكات الداخليه بس ما ينفعش في الشبكات الخارجيه؟ ودي الاخطر، يعني انا ما اقدرش ابعته لحد من خلال الانترنت. ممكن، وده هنشوف الحقيقة
في الدرس يمكن الثالث او الرابع، ازاي بعمل ايه تنفيذ نفس الاتاك ده بس على الشبكات الداخليه. ده كان الدرس الاول في السوشيال انجينيرنج تول كيت في الست. اتمنى انه يكون واضح. ان شاء الله هحاول بقدر الامكان احط مجموعه من الدروس عن نفس الأداة دي او نفس البرنامج ده. واذا كان عندكم اي استفسارات او محتاجين اي فيديوهات خاصة بأداة من الادوات دي ارجوكم راسلوني على الايميل ده. شكرا لحسن استماعكم، وان شاء الله اشوفكم في الفيديوهات الجاية بإذن الله. السلام عليكم.